أتمنى أن أسمع أي نقد، وبحيث أبقى، لأن بحمد الله ليس لدينا شيء نخفيه أبدا على الإطلاق، ونحن مستعدين للمساءلة والمحاسبة في أي وقت، وإذا كان ما كناش نحن قدوة في هذا الأمر فمن يكون إذن؟ هذا أمر نؤكد عليه ونحرص عليه ونطالب به، وفاتحين باب للتظلم، أي إنسان عنده تظلم من أي جهة من دار الإفتاء على رحب وسع نسمع منه، وإذا كان عندنا أي خطأ نصلحه بما فيها المفتي، بما فيها المفتي، أي إذا فيه أي خلل نصلحه، لا نتردد في هذا أبدا، لا نتردد فيه.